في تريك صغيرة مهضومة بالجيت، هي ملاحظة أكتر من تريك كمان، فحبيت شاركها معكم. فمثلا هات نعمل هون شي نيو فولدر. بالمناسبة الجيت والجيت هاب يعني أمر كتير أساسي نسميه F1، وما بعرف ليش الجامعات ما بيعلموه. فهات بالF1 لحتى نعمل نفتح هون جيت باش، لازم تنزلوها السوفت وير جيت باش اللي بده يستخدم الجيت كوماند لاين. ف هات نعملنا شي نعمله جيت انت. اوكي هذا هلا صار هيدا ريبوزيتوري. فهات هات نعمل شي، هي ملاحظة هيك مرقت معي فعجبتني، تست .txt مثلا. هات نحط بقلبه مثلا this is a text this is a text file. طيب فهلا اذا بقول له get status اشوف شو في عنا، طبيعي بعده untracked. ما هات نضيفه هات نضيفه، فنعمل get add مثلا لهذا الفايل اسمه test.txt. هي هلا مره تاني جيت ستاتس طبيعي هلا هو من زاد. الشغله المهضومه انه اذا واحد ممكن بهالمرحله هاي هو ومن زاد اذا خطر على باله انه يمحيه مثلا من هون لسبب ما، اوكي ف وقال له جيت ستاتس مره تانية. فهيدي هي الشغله المهضومه انه كيف بلحظه واحده هلا اكيد هيدي انه هي شو فكره انه هلا هو انحط بالستيجنج اريا قبل شوي، هون حط هو بالستيجنج اريا لما زدناه، وهلا حتى مع انه ما حبعده بالستيجنج اريا. فهذه هي الشغله المهضومه اللي حبيت اني اسويها، يعني انا بس انبسطت فيها هيك انه بلحظه واحده انه هو منمحي وموجود بنفس الوقت. بس فينا نعمل له جيت كميت مثلا داش ام مثلا adding test dot txt file. فهلا هو بينزاد لانه اصلا هو موجود بعده بالستيجنج اريا مع انه هو ممحي عندي، وهي شغله مهضومه شوي. فبس هاي اللي حبيت صراحه اني اشاركها معكم. جيت ستاتس بعده هلا هو الكميت تساوى وبينته عمل ماستر برانش. بالبدايه كانه ما كان مساويها، بلا بالبدايه كان مساويها مجرد ما عملنا الانت وعمل الماستر برانش. ف هلا هو ممحي او بس حتى تمحاي هلا not stage، فلازم نعملها get add مرة تانية لحتى بدي ارجع محي مرة تانية، بس انا ما حعمل هيك. فهلا كأنه هو فعليا هو موجود بالكميت بس منه مبين هون لانه ممحي. فينا نرجع نستعيده مرة تانية مثلا get log حتى نشوف الكميت. احنا هلا انه متقدمين على الكميت لانه نحنا غيرنا شيء الستاتس منه change not stage for commit، يعني عاملين خطوه بعدها. بس انه الجيت ستاتس بنفس الوقت حيقول لي يمكن اوكي مبلا الجيت ستاتس هو اللي قال لي انه في عندي change not stage. anyway على كل الاحوال بقيت نعمل كنترول سي لهون مثلا رايت كليك كوبي حتى ارجع اطلع على الفايل. هي هاي الفكره كمان، ما هي من الافكار المهضومه تعيد الجيت اجمالا كتير كتير قوي. وما بعرف لازم انا بحس لازم كل العالم تتعلم على الجيت، يعني حتى المش مبرمجين لازم كل العالم تتعلم. اذا حدا بده يعمل اي شيء كولابوراتوري تعاوني مشترك وهيك فلازم بده يعمل كتاب مشترك اللي بده يعمل اي شيء. الاحوال جيت إذا بدنا نزور الكميت كنت أفكر بإنه أعمل check out. أو فينا نعمل get check out لهون، مش عارف إذا في عندي شيء أحسن لحتى زوره من دون ما محيهم لهول check out، لأنه حيغيرها لهاي حيشيلها لهاي. ف حتى نشوف شو فينا نعمل
hit add, add, reset. reset بشيله فعليا. كمان عملنا الكمان get log. فإذا بدي زور الكمات معين لما تشيك اوت حيشيل ال حيشيل الديليشن يعني. بلا اذا بعمل تشيك اوت بيرجع ببين معي على كل الاحوال. على كل الاحوال هو في حلول يعني اذا واحد بده اذا مصر انه يحافظ على التغييرات اللي صارت. حتى اذا بنعمل جيت ستاش بس هذا موضوع تاني انتم ما بيعنيكم الجيت ستاش حقيقة بس انا عم جرب. ف جيت ستاتس مرة تانية. اوكي فعلا فهلا التمحاية موجودة بالستاش. انا ما بيهمني امر التمحاية بصراحة. فبهالتغيير هيدا فعلا هلا جيت ستاش شال شاله وهلا فبهالحالة هاي رجعنا المفروض كأنه مثل الكمات فهي رجعوا يعني هو غير. فهذه هي الفكرة المهضومة هي حقيقة انه بلحظة واحدة كان added وdeleted او انه كان being staged يعني عم يجهز لانه ينعمل له كمات. فهي حبيت شاركها معكم بس على كل الاحوال. ف وقف انا لقيتها مهضومة. اتمنى لكم برمجة سعيدة وبدعي الجميع انه يتعلم جيت وجيت هاب لانه حتى لو ما بيعلموه بالجامعة ولكنه أساسي كتير كتير كتير. وهذا كل شيء. نهاركم سعيد.